خلونا نبدأ معاكم بمجموعة من الأخبار اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح وانج يي وهو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية. اللقاء الحقيقة شهد التأكيد على موقف مصر وموقف الصين فيما يتعلق بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، كمان الرفض التام والقاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، وضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. امبارح أيضا كان في خبر مهم جدا وخبر إيجابي للغاية، ويعني بالصدفة أنه بتناسب مع احتفالاتنا بالاحتفال بافتتاح السد العالي. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية تسليم أول 3 أبراج إدارية في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 3 أبراج هم ضمن خطة أقامتها الحكومة المصرية من أجل تشييد 20 برج بتنفذهم الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من بينهم بطبيعة الحال البرج الأشهر والأكبر والأكثر إضاءة، البرج الأيقوني اللي بيصل ارتفاعه لحوالي 400 متر، وده هيدخل ضمن مراحل التسليم اللاحقة لهذا المشروع. خلينا نشوف التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وانج يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية. تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، وتم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق. أيضاً شهد اللقاء تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم. أيضاً تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من ملفات عمل وزارة البيئة، وتم استعراض جانب من جهود الوزارة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي خلال عام 2023. أيضاً الجهود اللي بذلتها الدولة المصرية في ملف تغير المناخ استكمالاً لدور مصر الريادي بعد نجاح استضافتها ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء احتفالية تسليم أول 3 أبراج إدارية ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. بتعد هذه الأبراج الإدارية الثلاثة باكورة مرحلة التسليم في المنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتشهد تشييد 20 برج بتنفذها الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بينها البرج الأيقوني اللي بيصل ارتفاعه لنحو 400 متر واللي هيدخل ضمن مراحل التسليم اللاحقة بهذا المشروع. خلينا نروح لأخبار المحافظات. في المينيا تم البدء في تلقي طلبات ترخيص سيارات الميكروباص في المركز التكنولوجي. أما في الشرقية فتم تحصين 642 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع. كمان امبارح في الأقصر حلق 40 رحلة بالون طائر، حلقت وعلى متنها 1000 سائح من مختلف الجنسيات. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنيا أعلنت المحافظة عن بدء تلقي طلبات ترخيص 16 سيارة أجرة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي بالمركز التكنولوجي التابع لمدينة المنيا، وده بعد موافقة المجلس التنفيذي في اجتماعه الأخير على طرح الترخيص لخدمة أهالي مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد. في الشرقية أكدت مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين أكثر من 642 ألف رأس ماشية في الأسبوع الثامن للحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. في مطروح أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من 80% من مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 في شرق مدينة مرسى مطروح، واللي بيتم إقامتها ضمن جهود إنهاء عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح في القطاعات المختلفة.
في الأليوبية أعلنت مديرية الصحة أنه جرى خلال الفترة الماضية إصدار 457 رخصة لمنشآت طبية خاصة تنوعت بين مراكز علاج طبيعي ومراكز طبية وعيادات تخصصية وعيادات خاصة ومحلات نظارات، وده في إطار نشاط إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية التابعة. فأسيوط أعلنت المحافظة أنه ما تم ضخه من استثمارات في البنية التحتية للمحافظة في قطاعات تطوير الطرق وقرى حياة كريمة تراوح بين 140 ل 150 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، وبلغ ما تم تنفيذه 2000 مشروع بالمحافظة في مختلف المجالات والقطاعات. في سوهاج تم البدء في تجهيز وتشطيب غرفة عمليات كبرى لإجراء الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة والمعقدة بمقر وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي القديم، وده بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الحوادث والإصابات في محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة. في الأقصر شهد أرض مطار رحلات البالون الطائر تحليق 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1000 سائح من حول العالم وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي، وبيتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.